ثلاث أقدامين أقدامين واقفين من الدرايف. كان كيف ظلت المسألة لما أدرك كم حسون جبنا له الدورات مستامين، لكن ظلوا مسوي شايف أنا ضرايب مي وكهرباء وش كل ما يدفعوا شايف إما ضرايب البيت هذا كله. هذا شوفوا هذا بتيجي 50 متر، هذا البيت هذا البيت اللي بكاتوا عليه بتيجي 50 متر هم لازم يكسوك قبل اللي راحوا 50 متر بيعجبوه وفوت أسوك على اللي شوفوا شايف كيف. وأنا شو بده مني، أنا بقدرش أدفع، أنا عمري 82 سنة. بتطلبوك في أرنونة ولا في حق مي؟ لا أرنونة. مي أنا بدفع. مي أنا بدفع لهم. بدفع الجسمي، الجسمي بدفع. لما هو لازم يسوي صديق، يعني إنه كل اللي بيطلع يعني يمكن 250 سنة كل هذا. ما أنا زيه، أنا في المسجد، مسجد في المسجد. أنا في المسجد أسوي صديق. أو ليش يعني؟ لازم اختيار بكل شيء. هذا الوقت هيك اسا رامي كمان اتلاقي صار كل اتلاقي لك زي سالم تعرف بسرعة شيء اسا لازم نرجع كل شيء اللي اخذناه. واحد قلت مش كانوا ياخذوا كل الغرض خلاص خلاص ولا 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 وضع خرا هذا ما في عمل جبري انت مبروك انا مش زلمه عايش على الدواء انا معك عايش على الدواء كل ما طردش حق ايدك كله انا لو بعت على الدواء شهر عمليش
اختيار قوات من المشمار قبول طوق بيت لاختيار عمره 85 سنة عايش على الدواء. هاي ما حدثتش في تاريخ الدالي بالمرة اطلاقا. هو هذا اللي كان انا مش من المجلس، هذا اللي من المجلس هذاك بخصوش هذاك هذاك الناطق المجلس خلص يا مخوض امره كيف عنده قالوا يا من فوت الحمل يا بيطلع بيك بي زلمة كان نايم قعدنا من نومه زلمة عاجز ختيار عايش على الدواء ونايم بقوموا من نومه في مشمار قبول في مقاف هذا عشو تبعثوا لبلد زي هاي انا زلمة مستقر صرت عنده ثلاث مرات عشان مرة صرت عليها عشان بس يعني يخفضوا عن التوائي ولا رضينا تتعاملوا في 2010 المواطن بيجي مشمار يقول لك اختيار عاجل هذا امر ممنوع ومرفوض. ممكن تعطيني احكي لك خلاص تفضل احكي. اول شيء كل مواطن في دائره الكرمه اللي بيطلع عليه انه يدفع عنوانه لازم يدفع عنوانه مش رايحين ولا اي انسان راح نظير صار لك ساعه تحكي وانا ما حكيتش كل انسان في دائره الكرمه لازم يدفع عنوانه اذا بيطلع عليه بيطلعش عليه ممنوع يدفع. انه نحن اليوم وصلنا لوضع صار في شرطه تيجي لانه اهل الشارقه للاسف اغلبهم ما كانوش يدفعوا اما بتصير اغلاط ونحن راح نعمل كل الطرق نحن راح نعمل كل ما في جهدنا انه ما يقعش غلط زي اللي وقع مع العمبو يوسف اليوم. وانا بطلب منك السماح بعد مره هاي الاغلاط مش لازم تصير. نحن نتعامل مع الناس في احترام وفيش واحد انت بس تلفتني تركت شغلي انا ثاني شغل انا شو عم بشتغل تركت شغلي وغريت جاي لهون انا ما بقبلش انه في حدا يظلم حدا وانا ما بقبلش المجلس المحلي بقبلش أنه يكون ظالم. وأنا التأمين الوطني أعطاه ورقة ما يدفعش أرنونة اسمح لي المجلس لغدوا ورقة هاي ودعت عليها ورجع يدفعوا أرنونة ويحجز على البيت ومش في طريقة أدبية وأخلاقية وحضرية إلا في طريقة إرهاب ومعلومات قولوا معتدات معلومات اللي معك مش كاملة. كاملة في العين والكاميرات تثبت والجرائد تثبت انه طارت في العين. معلوماتك مش كافية على الناس كل حدا معه مش حدا بيقدر ياخذ انه بطور من الارنونة كامل 100% في ناس بتدفع 10% في ناس بتدفع 20% مش حدا 100% فهمي حلبي شكرا له لكل بياخذوا معاشات تأمين من دارة الكرمل. كل إنسان نزل عنه ضريبة الأرنونة كل إنسان إجا يسأل دارة الكرمل شكرا له. أما في قوانين إحنا مجبورين نقدرش نشتغل مش على القانون مجبورين نشتغل حسب القوانين. أنا برفض رفض بات إنه يجي بوليس عند بيت هذا رفض باتا برفضه وأنا بقول إنه لازم يكون في معاملة مع الناس بالإحترام. صار في خطأ ونحن متأسف من الخطأ اللي صار واليوم نحن بنعجل الموضوع وكل الأغراض اللي أخذوني بيرجعوا لعندكم من ناحية ثانية كمان نحن وأنت مش لازم تقبل كل مواطن بداية الكرمل لازم يدفع سيد علمي نائب رئيس مجلس إدارة الكرمل احنا شايفين انك مقتنع انه صار هون غلط مزبوط. شو بدك تعمل بشكل شخصي انه ما يتكررش هذا الغلط لمواطنين ثانيين غيره كمان؟ اول شغله اليوم اليوم المرتبه بيعملوا سفر رجول الاغراض على البيت. ثاني شغله اليوم انا طلبت اسا حكيت مع كرمل موجود في وزاره الداخليه طلبت منه جلسه طارئه اسا الليله مش رايحين نروح على البيت بلا ما نغير كل طريقه الجبايل اللي عم تنشغل في دائرة الكرمل لازم يكون في مراقبة أكثر من عمال المجلس المحلي ومن موظفي المجلس المحلي قبل ما تنعطى الورقة لشركة الجبايل. شركة الجبايل اللي عليها تعمله انه تاخذ من الحاسوب تبع قسم الجباي وتطلع تعمل جباي. اما مفروض على المواطن على الموظف في نص الجباي انه يفحص هل هذا الدين هو الدين مزبوط ولا مش مزبوط. هذا الموضوع لازم اليوم ناخذ قرار فيه مشان نغير كل الطريقه والمعامله في جبال. انا بدي انه اهل الكرمل يدفعوا اكيد اما انا بدي ادفع المستحقات عن حق ما اظلمش انسان. انا بقبلش انه اظلم وانا في حياتي ممكن جدا انا بقرب اكون مظلوم بس بقبلش اكون طالب بالصح.
وانا احترام كل مواطن في دائرة الكرمل في محله وبالاخص كبارنا يعني الشيخ ابو يوسف انسان كبير في العمر نحن لازم نعطيه احترامه لانه نحن يوم من الايام رح يكون في جيله طبعا وبنتامل من شبابنا يعاملونا بنفس الشيء طبعا حضورك لهون سيد علمي بدل على انك مهتم في الموضوع ولكن هل يعني صلاحياتك بتسمح لك او تستطيع انك تحل المشكله هاي طبعا فيش صلاحيات او صلاحيات في حق لازم من عمله انا بعرف كرمي رئيس مجلس انسان محترم من انت بتجي له في حقائق وبتفرجيه على انه في اخطاء وراح ينفع على الامر وقول تعالى نحل المشكله مع بعض انا ما ظنيش في هاي السنتين ونص اللي احنا في المجلس المحلي على انه في قرارات اتخذناها كانه انا كنائب رئيس او كاعضاء وشافها كرمي انه صح وما نفذهاش فأنا مسؤول أنا مش مسؤول عن قسم الجباي ولا عن ملف الجباي أنا مسؤول عن قسم التربية والتعليم وجودة سيد علمي يمكن هاي مش من صلاحيتك ولكن السؤال مطروح اليوم الحالة الاقتصادية صعبة كثير فهل ممكن مثلا تطرحوا اقتراح انه توقفوا هاي العمليات على وجه العيد إسا الناس بدها تعيد كيف بده يعيد بيوسف في هاي الحالة او غيره من حالة اقتصادية صعبة هل ممكن مثلا اقتراح انه اجلوا هاي الاشياء لبعد العيد وتكون في طريقة ثانية؟ كان في قرار قبل اكثر من سنتين على انه تقريبا 15 كل عملات هاي كان عندنا امكانية انه نعمل حجوزات على البنوك اللي وقفناها وقفنا كل الحجوزات عشان لانه فيش المعاش تبعي يعني بكفيش للارمون هاي وللمي وللكهرباء ومش عارف ايش طيب هذا بيت بده يعني انا كل شهر من حالي كل شهرين بروح ادفع لهم المي كل شهر بعدين بحصل طريقة قديش كبر دارك؟ قديش كبر دارك؟ قديش؟ 60 متر 60 متر معناه انت ما في 100% ماي يعني حد 100 متر كل شهر كل شهرين بروح 300 شيكل كل مواطن هاي كمان كل مواطن في دارة الكرمل او في دولة اسرائيل لانه في قانون الكنيسة اتخذت قوانين كل مواطن اللي بياخذ مستحقاته من التأمين الوطني اللي بيسموها افتحات خمسة لحائد ساكن في دار لحد 100 متر معفى 100% افتحات خمسة ولا تقاعد؟ ما هو هو بعد فوق السبعين هو اذا المعاش تبعه قديش قديش المعاش تبعه 700 800 فبيحتاج انه يعطوه بعد 400 500 بسموها افتحات خمسة مشان يقدر يعيش فالقانون في دولة الصعيد بيقول كل انسان عايش في مواقف في هاي الكريتيريونين لحد 100 متر هو 100% من سرقة العمراش عليه يدفع مي اما شو بنعمل احنا مجبورين كمان نتمسح نمشي حسب قوانين دولة اسرائيل قانون دولة اسرائيل بقول على انه المواطن لازم يدفع ضريبة لكل بلد هو عايش فيها ما بغرش انا بغرش اعفيه من دفع الضريبة وعشان العيد نحن بنحاول نوقف سرق الجوزات ونحاول نوقف في عمليات الجباي اما بعد العيد طبعا بدنا نرجع لانه كمان ما بنقدرش نحن دارة الكرمل حسب المؤشرات الموجوده عندنا وحسب المعطيات بتقول على انه في دين 44 مليون شيكل لمواطني دارة الكرمل للارمون طيب شكرا سيد علمي العافيه